شكرا لأستاذ ناصر، وأنا حقا لم أذكر أنه هو يوقت لنفسه، هكذا تعود كما عهدناه، ولعل طول البحث يشفع له في أخذ دقيقة أو دقيقتين الذي يصل إلى 50 ورقة. شكرا له مرة أخرى على هذا التحليل الطيب لهذه الورقة والحياة السياسية لشيخنا الغاربي. نبقى مع الورقة الثالثة والأخيرة، والتي هي بعنوان الدور الاجتماعي للشيخ محمد بن سليم الغاربي، قراءة موجزة من خلال آثاره، للقاضي بدر بن سيف بن راشد الراجحي. يشغل رئيس المحكمة الابتدائية بنزوة له من الشهادات البكالوريوس في الشريعة الإسلامية والدبلوم العام والماجستير من جمهورية مصر العربية والدبلوم العالي في علوم القضائية من المعهد العالي للقضاء بنزوة سنة 2013. له بعض البحوث والمؤلفات، منها تحقيق كتاب التعارف للشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة، والكتاب مطبوع ومنشور، وله قيد الطبع آثار الحركة العلمية بالحيملي وتحقيق لبعض الكتب، وهي أيضا قيد العمل. نترك له المجال في الوقت المحدد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الندوة المباركة حول علم من أعلام الأمة الإسلامية، وهو الشيخ العلامة محمد بن سليم الغاربي رحمه الله. هذه الورقة التي سوف ألقيها في هذا المقام هي في الحقيقة ليست جمعاً لمادة علمية، بقدر ما هي قراءة عابرة وموجزة للدور الاجتماعي الذي كان قائماً به الشيخ محمد بن سليم الغاربي. بالنسبة لسيرة الشيخ الغاربي والتعريف بمنهجه وسيرته العلمية ودوره الحضاري، يبدو أن الأوراق السابقة في هذا اليوم وفي الأمس قد أتت على أغلب دوره من خلال المصادر المتاحة للباحثين في هذا الشأن. لذلك سوف أختصر الحديث فقط عن الدور الاجتماعي للشيخ، وإن كان الدور الاجتماعي للشيخ لا تحويه هذه الورقات وهذه الكلمات البسيطة التي ألقيها حاليا. بداية، لا يخفى عليكم جميعا ما للدور الاجتماعي من ارتباط وثيق بخصال وإخلاق أي شخص في هذه البسيطة. فأخلاق الشخص وخصاله وسمعته في المجتمع له علاقة مباشرة في التأثير وفي دوره الاجتماعي في مجتمعه. فعرف عن الشيخ الغاربي رحمة الله عليه حبه للعلم، وهذه هي العوامل الأساسية التي ساهمت في الدور في إبراز الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي. فمنها أولا حبه للعلم وحبه للوحدة وكراهيته للفتنة والخلاف والشقاق بين أفراد المجتمع، كذلك ما عرف عنه ورعه عن المحرمات وزهده في الدنيا، وكذلك عرف عنه أيضا التواضع والرأفة بالفقراء والمساكين. هنالك أمر آخر أود أيضا أن أنبه عليه،
وهو أن دراسة الموقف الواحد، المواقف التي استنبطت من المصادر التاريخية، أن المصدر الواحد من هذه المصادر ربما الباحثون يتناولونها من أكثر من جانب، فالموقف الواحد قد يتناوله الباحث في الجانب الاجتماعي اجتماعيا، ويتناوله الباحث في الجانب السياسي سياسيا، ويتناوله الباحث في الجانب الاجتماعي اجتماعيا وعلميا. ففي هذه الورقة التي سوف ألقيها عليكم هي اختصار لجميع ذلك، وتناول فقط للجانب الاجتماعي كما سبق ذكر. تحوي ورقة العمل أو هذه الورقة على محورين يتقدمهما مقدمة بسيطة. المحور الأول حول ترجمة مختصرة للشيخ الغاربي، سأتجاوز عنها نظرا لأن الحديث حول سيرة الشيخ الغاربي قد تم الحديث عنها في الأوراق السابقة. أما بالنسبة لمظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي فقد أجملتها في هذه الورقة في تقريبا 7 أو 8 مظاهر. هي كما سبق أن ذكرت هي لا تأتي إلا على نزر يسير جدا من حياة الشيخ الغاربي ودوره الاجتماعي. أولا من مظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي، أولا مكانته الاجتماعية في المجتمع الذي كان يعيش فيه، فقد احتل مكانة مرموقة جعلت منه مرجعا للفتوى وفي حل المشكلات وإخماد الفتن والسعي بالصلح بين الناس. فعلى الرغم من أنه لم يكن رئيسا في قومه إلا أن كلمته كانت مسموعة للحكمة التي كان يتمتع بها والحنكة التي كانت تلازمه طيلة حياته. ولعل المطلع على الدور السياسي، وكما تفضل الأستاذ قبل قليل بأن يجد بأن دور الشيخ الغاربي كان زاخرا بالنماذج التي تثبت ذلك. هذا بالنسبة للبند الأول. المظهر الثاني من مظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي هو تأسيسه للمدرسة الإصلاحية. لقد ساهمت جملة من العوامل في نشوء حركة علمية بارزة بالباطنة في النصف الثاني من القرن 13 الهجري، ربما وأقول ربما تكون غير مسبوقة. ومن أهم تلك العوامل أولا نعمة، ومن أهم عوامل توفر أو تأسيس هذه المدرسة الإصلاحية هو عموم الأمن، فبالأمان تنشط الحركة العلمية والاقتصادية وغيرها، وبالتالي تزدهر الحياة بين الناس. أيضا من ضمن العوامل وجود العلماء البارزين الذين كانوا أعمدة إصلاح وتطور للمجتمع، فقد كان لهم دور بارز متمثل في العديد من الأنشطة، كتلك المدارس التي تحوي حلقات العلم وتدرس فيها القراءة والكتابة وتلاوة القرآن وشيئا من العقيدة والفقه واللغة. ونتاجا لذلك فقد أنشأ الشيخ الغاربي مدرسته الإصلاحية التي أسسها على الآتي: أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، ونشر العلم بين الناس بتعليمهم ما يجهلون من أمر دينهم ويرشادهم إلى الطريق الصحيح بالنصح والتوجيه. وكذلك أيضا أسس مدرسته على إعداد جيل واع من الشباب يحملون هم الأمانة التي من أجلها استخلف الله سبحانه وتعالى عباده في الأرض، وذلك بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة، مصداقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا أسسها على الاهتمام بشؤون مجتمعه من خلال إيجاد الحلول للخلافات والإشكاليات التي تثور بين المتخاصمين.
ويبدو لي من خلال استقراء آثار الشيخ الغاربي بأنه لم يكن الفارس الوحيد في الميدان، بل كان في محيطه ثلة من العلماء الذين كانوا يحملون نفس هذا الهم، كأمثال الشيخ جميل بن خميس السعدي وغيره من العلماء البارزين، أيضا منهم الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي. فالمدرسة العلمية التي أنشأها الشيخ الغاربي فالمدرسة العلمية التي أنشأها الشيخ جميل بن خميس السعدي في الباطنة لها دور كبير وارتباط وثيق بمدرسة الشيخ الغاربي، بل تعد هذه الأخيرة امتدادا للأولى، خصوصا إذا ما علمنا بأن الفترة الزمنية كانت متقاربة بينهما، وكذا قرب المكان بينهما، وكذلك أيضا اشتراك الطلبة في كلا المدرستين. ويبدو أن هذا المشروع الإصلاحي الذي قام به الشيخ الغاربي قد لاقى رواجا وإقبالا من طلبة العلم، فأقبلوا على مدرسته للرشف من معينه وليتسلحوا بالمبالغ التي أرساها في تأسيس هذه المدرسة الجليلة، فكان تلامذته يتوافدون عليه لإدراكهم للغاية التي من أجلها أنشئت هذه المدرسة، وللمكانة التي يحتلها الشيخ الغاربي في المجتمع. وبالنسبة لتلاميذه، فإن تلاميذ الشيخ الغاربي ليسوا فقط من أهل الباطنة، وإنما وقفت على بعض الآثار لتلاميذ من خارج الباطنة. كذلك أيضا لم يكن للشيخ الغاربي دور في الإصلاح محصور فقط في رقعة جغرافية محددة، وإنما يمتد مشروعه الإصلاحي إلى أبعد من ذلك، فتصفه مرة المصادر أنه في الرستاق، ومرة في مسقط، ومرة في مناطق أخرى من هذه البلاد، مما يدل على أنه كان دائم السفر من أجل تبليغ رسالته النبيلة في سبيل نشر الخير والصلح بين الناس. المظهر الثالث من مظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي أو ظاهرة وقفه للكتب، فلا شك أن ظاهرة الوقف من الظواهر الاجتماعية التي لها تأثير كبير على المجتمع، فهو مؤسسة كبرى وقربة دينية عظيمة لها أبعادها الإنسانية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك كان الوقف رمزا للسماحة والعطاء، وهو نظام راق للصدقات وموردا هاما للإنفاق. والوقف عند العمانيين يتخذ أشكالا وأنماطا متعددة، فمنها أوقاف المساجد والأفلاق ومدارس القرآن الكريم والمعلمين والمتعلمين وفطرة الصائم والطرق والآبار وغيرها كثير. إلا أن وقف الكتب كان من أهم أوقاف الشيخ الغاربي، فالمصادر التاريخية تشير إلى أنه أوقف جملة من الكتب على طلبة العلم، منها كتاب المساجد للشيخ الرئيس أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي رحمه الله، والمحفوظ بدار المخطوطات بوزارة التراث رقم 4660. كما ساهم الشيخ الغاربي أيضا في وقف الكثير من الكتب الأخرى بالحث على هذا النوع من الوقف والترغيب فيه، فمما أوقفه السيد حمد بن أحمد البوسعيدي عن طريق الشيخ الغاربي كتاب قاموس الشريعة الجزء 25، وهذا المخطوط محفوظ بمكتبتي الخاصة، وكذلك قاموس الشريعة الجزء 31 أيضا محفوظ بمكتبتي الخاصة، وكذلك بيان الشرع الجزء 67 وقاموس الشريعة الجزء 12 المحفوظين في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ودار المخطوطات بوزارة التراث. وهذه الكتب التي أوقفها الشيخ الغاربي كثيرة جدا لا يسع المقام لذكرها في هذه العجالة. رابعا من مظاهر الدور الاجتماعي أيضا السعي بالتوفيق والصلح بين المتخاصمين. يبدو أن الوقت قد أدركنا، سأختصر. رابعا السعي بالتوفيق والصلح بين المتخاصمين، وهذه خصلة من خصال الشيخ كانت ملازمة له
طيلة حياته، فقد كان مرضيا عنه في مجتمعه، محبوبا بين أهله وجماعته، ويقصده الناس في تسوية نزاعاتهم لكونه مسموع الكلمة لديهم، مطاعا فيهم، والنماذج على ذلك كثيرة جدا. خامسا، غوثه للأرامل، فلم ألمس في آثار الشيخ بأنه كان حاد الطباع، بل الثابت أنه كان رؤوفا رحيما بالضعفاء من النساء والأطفال والشيوخ، وكان يهتم باليتامى والأرامل ويحسن إليهم، وقد ذكرت في الورقة العمل ما يشير إلى ذلك. سادسا، آراؤه الفقهية في بعض المسائل المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، منها تأكيده على أهمية الزكاة، وكذلك أيضا تعليقه على بعض بيوع الخيار، وأن هذا النوع من البيوع قد تفشى وفيه الكثير من المحظورات، وأن التعامل فيها من الأمور المحظورة، من الأمور العظيمة والخطوب الجسيمة التي فشت في الديار نظرا لما تحويه من ظلم وجشع بين الناس. أيضا تأكيده على مبدأ أن الأصل في الإنسان الحرية، وهذا لا شك مبدأ اجتماعي هام جدا، وتأكيده أيضا على أن أمر الفروج عظيم وخطبها جسيم، وتأكيده أيضا على أهمية المساجد ودورها في إصلاح المجتمع، وعلى أهمية دور بيت المال في سد حاجة الفقراء والمعوزين. والمظهر السابع والأخير، إيمانه العميق بأهمية الشورى عملا بقول الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه في الأمور التي يمر بها. هذا باختصار ما ذكرته في الورقة العمل التي بين يديكم. ومظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي أكثر من أن تحصيها هذه الوريقات، وإنما هي شذرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد أعطت ولو تصورا بسيطا عن مظاهر الدور الاجتماعي للشيخ الغاربي، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.